ننتقل إلى تيار وفيها نطالع جبريل إبراهيم: الصفوف ستنتهي بعد تشكيل الحكومة الجديدة. قال رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم إن الإسلاميين من المؤتمرين الشعبي والوطني زاهدون في السلطة الانتقالية حسب قراءته. وجدد إبراهيم موقفه الداعم للمصالحة مع الإسلاميين غير الضالعين في الأعمال الجنائية أو التخريب حسب وصفه، موضحا أن الدستور يقر المواطنة على أساس الانتماء للأرض وليس الفكرة أو الأيديولوجيا، داعيا إلى تسليم كل ما ثبت تورطه في اختراق الدستور أو القانون إلى العدالة. وأكد إبراهيم أن القضاء على ظهيرة الصفوف التي أقعدت المواطن ستنتهي بعد تشكيل الحكومة المرتقبة. أستاذ محمد، ألا يذكرك عنوان الخبر بتصريحات سابقة في ذات الموضوع؟ التصريح يبدو مشابها لتصريح حاتم السير يعني في نهاية حكومة المخلوع عمر البشير، حين تحدث بأنه انتهاء الصفوف وأنه لن يكون هناك صف إلا صف الصفوف الصلاة. يبدو غريبا أيضا من تصريحات أو وعد وزير التجارة والصناعة مدني عباس معدني الذي وعد بانتهاء صفوف الخبز في فترة زمنية محددة. مثلها أعتقد أن المشكلة الأساسية بالنسبة للحكومة هي إدارة التوقعات. يجب أن تكون الحكومة واضحة وصريحة ولديها استراتيجية فعالة في إدارة توقعات المواطنين. الحديث عن أن تكوين الحكومة الانتقالية سينهي الأزمات الاقتصادية والصفوف وغيرها هو حديث غير واقعي وغير موضوعي. عشان كده أنا في المحور السابق أكدت على أن مسألة البرنامج وترتيب الأولويات هي أهم من أسماء الأشخاص الذين سيتولوا الحقائب الوزارية. تحدث الرجل كثيرا عن المصالحة مع الإسلاميين وروج كثيرا لهذه الفكرة في كل لقاءاته، هذا ما تحدث عنه. ما هو سر جنوح كل أو أغلب قادة الحركات إلى المصالحة مع الإسلاميين؟ طيب، واحدة من الشروط الأساسية لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان اللي هي توسيع قاعدة الانتقال سياسيا واجتماعيا وضم كل المجموعات اللي هي ممكن تدعم عملية نجاح التحول الديمقراطي أو يكون عندها مصلحة في نجاح عملية التحول الديمقراطي. يمكن للإسلاميين أن يكون لديهم مصلحة في نجاح ممكن. التحول الديمقراطي؟ نعم. كيف نعم. ذلك؟ نعم، لأنه جزء كبير خاصة الإسلاميين الذين لم يتورطوا في جرائم الفساد أو انتهاكات بتاعت حقوق الإنسان كانت لديهم رغبة في اللطاحة بالبشير، وشارك جزء منهم في ثورة ديسمبر، فدل لديهم مصلحة كانت حقيقية في عملية التغيير الخاصة منهم المؤمنين بعملية الديمقراطية وبناء دولة مدنية ديمقراطية توفر حقوق الإنسان وتحفظ كرامة المواطنين، فدل هم حريصين على نجاح عملية التغيير وعلى نجاح عملية التحول الديمقراطي، فدل يجب أن يتم أن يكونوا رصيد إضافي لنجاح عملية التحول الديمقراطي. مع ذات الوقت ده الشرط الأول. الشرط الثاني، يجب أن لا يتم التسامح تجاه الانتهاكات اللي حصلت، ويجب أن تكون الدولة حازمة تجاه الأشخاص الذين تورطوا في جرائم فساد وانتهاكات، وأنه أي تراخي ممكن يغري عناصر النظام السابق بأن الحكومة من السهل الانقضاض عليها والعودة إلى السلطة مجددا. الحديث على أنه كل الإسلاميين طبعا ليسوا، لا يمكن وضع الإسلاميين كلهم كمجموعة واحدة، هم تيارات مثلهم مثل بقية القوى السياسية. طيب، لكن الأشخاص الذين لم يتورطوا في انتهاكات أو لم يتورطوا في جرائم فساد من الطبيعي أن يكونوا داعمين لعملية التغيير إن وجدوا فيها مصلحة خلال الفترة القادمة. تأكيدا لحديثك هذا، مناوي ذكر أن هناك حوارا يدور مع يعني في الكواليس مع قادة من الإسلاميين ورموز كذلك من النظام السابق، ما هو تعليقك؟ طيب، الحديث عن رموز سابقة من النظام السابق متهمة بالتورط في فساد أو انتهاكات، طبعا ده بيختلف عن الحديث عن الإسلاميين كتيار سياسي. أنا بتحدث عن كتيار سياسي أو فكري بعيدا عن الأشخاص أو الأسماء الحزبية القيادات. نعم، أنا بتحدث عن كتيار سياسي وفكري هم موجودين في السودان ولديهم وجودهم السياسي وصغلهم الاجتماعي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إخصاهم، أو إلا أن حنكرر التجربة تحت النظام السابق اللي هو سعى لإخصاء المجموعات المعارضة له، خاصة المجموعات ذات الطابع اليساري أو حتى تفتيت المجموعات الأحزاب التاريخية الطائفية، فحتكون في تكلفة أمنية أكبر، وفي النهاية جاءت ثورة ديسمبر، يعني اللي هو الاتباع بتاع نفس مسار الاستبداد بيؤدي لنفس المصير، يعني ما حيؤدي لمصير مختلف. فأعتقد أن ثورة ديسمبر من الحصافة بمكان بأن تتجه أو تسلك مسلك مختلف. اتساع قاعدة التغيير نقطة مهمة لنجاح عملية الانتقال.
فبعيدا عن تسمية أشخاص أو غيرهم، أي شخص أو أي جماعة سياسية لم تتورط في فساد أو انتهاكات من المهم جدا أن تكون داعمة لعملية التغيير، وكل ما يكون دعم المجموعات السياسية والاجتماعية بتدعم عملية التغيير ده بيسهم في نجاحه وبيعزز فرص عبور السودان لتحديات الفترة الانتقالية. طيب